زملكا يحث العم أبو أحمد خطوته مسرعا وتأبى إلا أن تلاحقه مشاهد الموت من كل الجوانب، وقد رأى بأم عينه جثث أبنائه وأحفاده مترامية في البيوت وعلى الأرصفة بعد عراك مع الغازات السامة إثر قصف نظام الأسد بالأسلحة الكيماوية على غوطة دمشق. الذي كتب الموت على كل شيء في هذا البيت، في هذا البيت فقدت أهلي وأحبابي، فقدت ابنتي وجوزها وزوجها وأخي وأولاده وأخوة وإخواتي وأختي أسماء وأولادها الستة وصهري أبو سعيد محدين وأولاده 23 وأولاد أختي، ولم يبقى من أزوره في هذا المكان، لم يبقى من أزوره. عاين العم أبو أحمد أيضا جثثا كثيرة لطلابه المقربين إلى قلبه، وهو المدرس لأعوام طويلة في مدارس الغوطة الشرقية كلها، ذهبوا جميعا ليتركوا قلبه لينفطر وحدة وحزنا وذهولا. ما زال يزور مراقدهم الجماعية كل يوم محاولا تصديق الواقعة. أختي أسماء التي دفنت هي وأولادها في مرقد واحد، مخرجة الجامعة، آنست الأدب العربي، طالب البكالوريا، الطفل الصغير، هذا هنا مرقدهم، أن يدفنوا في مقبرة جماعية، الأم في الوسط والأولاد الصغار والكبار في على يمينها وعلى شمالها. هذا مرقد الذي لم نتخيله في تاريخنا أبدا أن يحصل في هذه البلاد. حاضر في محي الدين، كان معي بالمدرسة وتفاجأت أن استشهد الكيماوي. أما من بقي من أطفال الغوطة فقد حملوا في ذاكرتهم ما يكفي من مشاهد الرعب عن مفترس يخنق رفاقهم ولا يستطيع رؤيته في ليل كان لظلامه أن يغمر ضمير الإنسانية كلها ويترك أطفال الغوطة وحدهم. وصلنا نحط من هدول الكمامات لأن صرنا نختنق، صار نفسنا يضيق كتير ونحس شيء عم يخنقنا وعيوننا صار يتنفخوا ويحمروا. وكمان الشيخ رشاد هو نايم ما حاسل، مات هو ومرته وولاده 5 كلها ماتت. هي أحذية العالم اللي عملناها كلها ميتة، مكسر الباب كله مثل ما هو، العالم ميتة قلبي على قفاها، هذا الباب كله ميت، جيران هون العالم كله ميت. في زملكا المدينة المنكوبة ترى بيوتا هجرتها عائلات كاملة، منهم إلى نزوح قريب في لبنان وغيرها، ومنهم من اختار هجرته الأبدية مغادرا غوطة دمشق وياسمينها نحو ياسمين آخر أرقى وأعلى، تاركين للعالم أن يسجل نقطة في تاريخ دمشق تعرف دمشق أنه لم يمر مثلها. شبكة شام.